معرفش. بسم الله الرحمن الرحيم. معرفش إذا كان الصوت مسموع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن بس في تنويه بسيط، يمكن دي أول مرة في حياتي كلها أطلع ستريم على الفيسبوك وبث مباشر. أرجو بس أتأكد إن الصوت مسموع. مسموع الحمد لله رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يعني التوتر اللي الواحد موجود فيه مع الفرحة الممزوجة بالتوتر الشديد جدا مخليني انا مرتبك جدا، مع ان تعودت على المواقف الصعبة، لكن النهاردة الشعب المصري بيسطر تاريخ جميل جدا. طبعا هيبقى في ناس كتيرة جدا تخش، عايز اتكلم في مواضيع كتير قوي، بس اتمنى ان اكبر عدد من الناس، لان الرساله النهارده مش هتبقى بس مباشر فقط، قد ما هي كمان رساله للثوار ببعض التفاصيل الدقيقه اللي ممكن تساعدهم بكوني ضابط سابق بالقوات المسلحه. هرد على الاسئله على قد ما اقدر، وان شاء الله باذن الله الاستفسارات لو في مداخلات برضو انا ممكن، يعني الوقت لو يسمح، ارد على اهلي وحبايبي ومن اخواتي من المصريين. انا بحبكم في الله، و احب ابدا اقول ان العالم كله النهارده بيتفرج على الشعب المصري، على الملحمه اللي بتتم النهارده. الكلام ده انا بيجي لي كل شويه اتصالات وتليفونات من اخوه من كل الجنسيات، الجنسيات العربيه، اخوه عراقيين من سوريا من اليمن، إخوة ليبيين، ناس كتيرة جدا تصل بيا والفرحة عارمة وكأن اللي بيحصل عندهم في بلادهم، لأنهم عارفين. على فكرة الإخوة العرب بيحبوا مصر جدا وبيعشقوها، وأنا شفت الكلام ده بره. وللأسف هذا النظام الجائر الغاشم الفاشل الفاشي بيحاول إنه يكرهنا في إخواتنا من الشعوب العربية والإسلامية. مش عايز اقول لكم ان انا من دقائق بسيطه انا قافل التليفون مع بعض الشباب وبعض الاصدقاء. انا اؤكد لكم اليوم ان النهارده في ناس بتتابع الشعب المصري، اصدقاء من رومانيا، اصدقاء من اوكرانيا، من كوريا. انا النهارده كنت بتحدث من ساعات قليله مع جنسيات مختلفه، وكلهم يعني بيسالوني ايه الوضع اللي في مصر. كلهم عارفين عبد الفتاح السيسي قد ايه مجرم وقد ايه ديكتاتور. موضوع فتح السيسي موضوع كبير وشائك، وممكن الواحد يبقى يخصص له فيديو او رساله نتكلم فيها. الفرح اللي انا موجود فيها النهارده هتبقى باينه في عينيا. الفيديوهات اللي قبل كده انا كنت حزين جدا وكنت حاسس بكسره، لان مش الشعب المصري اللي يستاهل كده ابدا، وواحد زي ده انه يقدر يوصل للمنصب اللي هو موجود فيه، هذا الخائن العميل. انا موجود من او نشاطي على النشاط الثوري من 2014، ولكن نشط في 2016. طبعا في ناس هتخش، انا احب اوضح بس نقطة لاخواتي وحبايبي في مصر، هتلاقوا في لجان الكترونية كتير جدا. انا ما بحبش اتكلم في اللجان الالكترونية بشكل شخصي، لكن انا عايز اتكلم بشكل اخر، وهم سامعيني وشايفيني دلوقتي وعارفين. كنت بتكلم مع بعض الشباب الثوري المصري اللي موجود على الارض في مصر، وانا بؤكد لكم ان في شباب عملوا حصر لهذه اللجان. في شباب
كلموني عملوا حصر لهذه اللجان. هذه اللجان الحصر اللي هم اللي عملوه حتى الآن لغاية دلوقتي لحد هذه اللحظة حسب ما وصل لي، لحظة بس عشان حتى هذه اللحظة عدد اللجان الإلكترونية اللي موجودة داخل محافظة القاهرة الكبرى والمحافظات القريبة من القاهرة الكبرى، لأن الشباب دول موجودين في القاهرة الكبرى، 43,000 لجنة. 43,000 لجنة. هذه اللجان الشباب اللي بيشتغل فيها شباب صغير، معظمهم شباب صغير خريجين دبلومات وثانوي، شباب جامعة من أسر مفككة أو ثقافتهم على قد حالها يعني. هؤلاء الشباب مرتباتهم، عشان تبقوا عارفين المصيبة، أنا بتكلم عن اللجان الإلكترونية مش إن هما بيخشوا يشتموا والكلام الفاضي ده، هما سامعيني كويس قوي. هؤلاء الشباب مرتباتهم من 8,000 ل 10,000 جنيه. وظيفة كل شاب فيهم بيقعد على الكمبيوتر من 8 ساعات ل 12 ساعة حسب الوردية بتاعته. وعلى فكرة المعلومات اللي أنا توصلت ليها وعرفتها إن اللي بيدير هذه المجموعات بعض الموظفين الكبار اللي كانوا موجودين في نظام مبارك، اللي كانوا في العلاقات العامة في الوزارات، كانوا في الحزب الوطني، هم من يديروا هذه اللجان. يعني كل واحد فيهم ممكن بعضهم كان عضو مجلس شعب، كان علاقات عامة في وزارة، كان وكيل وزارة، النهاردة قاعد بيدير له مئات من الشباب كلجان وبيدفعوا لهم فلوس. يعني شوفوا الدولة المصرية اللي بتتكلم ان احنا فقراء قوي وان احنا وان احنا وان احنا، هؤلاء بيدفعوا ل 43,000 شاب. احنا حصرنا 43,000 اكونت، ما نعرفش عددهم 43,000 ولا اقل ولا اكتر. تخيلوا هؤلاء كل واحد فيهم بياخد من 8,000 ل 10,000 جنيه. فهي مصيبة وكارثة على الدولة المصرية وجود عبد الفتاح السيسي. احنا قلنا في اخر فيديو 7 سنين من الاخطاء، 7 سنين من الاخطاء ومن الترهل ومن انعدام الثقة ما بين المواطن وما بين الحكومة. اللي يحب يسأل اي سؤال انا جاهز تحت امركم. لكن انا بحب انوه للمرة التانية ان الفرح النهاردة علمها الاخوة العرب اللي موجودين في الخارج، العالم كله بيتفرج على الشعب المصري النهاردة. أنا في رأيي بعد ال7 سنين اللي فاتوا والقمع والقتل والظلم، إن إحنا وصلنا إن إحنا نقوم ونخرج النهاردة بالشكل ده، لغاية النهاردة أو لغاية دلوقتي 91 منطقة مشتعل، ولسه هتزيد مع الأيام هتزيد. وكنت أتمنى النهاردة نخلص من عبد الفتاح السيسي، لأن هو قاعد مرعوب. يعني عبد الفتاح السيسي واللي معاه قاعدين مرعوبين. اجتماعات مستمرة للأمانة العامة للقوات المسلحة، قيادات المجلس العسكري، قيادات الشرطة. المعلومة اللي أحب أقولها إن النهاردة ما عادش فيه مواجهات هتتم بالشكل اللي حصل قبل كده. قوات الشرطة عبد الفتاح السيسي يعلم تماما إعطاء أمر بضرب النار وذخيرة حية، كل الكلام ده مش هيتنفذ زي ما حصل في 2013 2014، لأن الوضع مختلف. هو شبيه تقريبا بوضع 28 يناير في جمعة الغاطف. مواجهات الشرطة النهاردة لو حصل المناطق الكتير جدا الناس نزلت النهاردة، لو حصل التحام ما بين الشباب في كل المناطق، وياريت معظم المناطق تنزل، كل شاب يقدر ينزل حتى لو يقازر وفي حالة خطورة أو أي حاجة ترجع تاني، ولكن لابد إن الأعداد تزيد، لأن الأعداد لما هتزيد هيحصل التحام. في حالة إن الأعداد زادت جدا وخرجت من الشوارع الجانبية والمناطق الجانبية، ابتدت تخرج بشوارع رئيسية مش المدينة العامة، في الحالة دي هيبقى في التحام ما بين المجاميع الكبيرة. لو وصلنا للطريقة دي هيبقى من الصعب جدا ان قوات شرطة تواجه الاعداد الكبيرة والضخمة. حتى لو جالهم اوامر بالضرب مش هيقدروا. اللي احب اقوله كمان، قوات شرطة لا تستطيع انها تواجه اعداد من الثوار ومن الشعب المصري
اكتر من 48 ساعه، اكتر من 48 ساعه. قوات الشرطه عندها ذخيره لمواجهه مجاميع معينه في مناطق معينه، عشان كده احنا لما كنا بنخرج باعداد قليله في مناطق معينه كانوا بيقدروا يسيطروا، لانه كانوا بياخدوا دعم من مناطق اخرى. النهارده لما تشتعل في شبرا وفي الطلبيه وفي الالج وفي الدهلي، اولا مش هيقدروا يطلبوا دعم دلوقتي من المحافظات، لان المحافظات النهارده المحافظات كلها مشتعله، فمش هيقدروا يطلبوا دعم، ولو طلبوا دعم هيترفض. فايه الحل؟ هياخدوا من المستوى الاعلى، هياخدوا من المستوى الاعلى. المستوى الاعلى عنده كميه من الذخيره لحد معين، سقف اعلى ما يقدرش يدي اكتر منه. بعد كده بيبتدوا يطلبوا دعم القوات المسلحه، والكلام ده حصل اوريدي من قبل ما تنزل النهارده جمعه. النهارده حسب كلام محمد علي كمان لما قال النهارده في احد الفيديوهات ان احد او بعض الضباط اصدقائه قالوا له ان عبد الفتاح السيسي طلب من قيادات الجيش انها تجهز على اساس ان قوات الداخليه مستهلكه. طب انتوا مستهلكين، انتوا لسه ما حصلكوش حاجه. ده لسه النهارده لو بنفس الشكل بكره بعده يوم الاحد الداخليه انتهت. قوات الداخليه لو ما قدرتش تسيطر على الامر، انا بقول لكم عبد الفتاح السيسي انتهى. وانا قلت الكلام ده من 2016 2017 و2019 وبقوله النهارده، لان انا هرد على بعض الاسئله ما كنتش احب اتكلم فيها، ولكن انا وجودي كضابط سابق في القوات المسلحه خدمت في فتره سابقه قبل ما اخرج قبل ما اسافر اشتغل، انا كنت مسؤول في منطقه ضابط الاتصال ما بين قوات الداخليه والقوات المسلحه، غرفه عمليات القوات المسلحه. وعشان تعرفوا الامر، ضابط الاتصال ده هو المسؤول عن عمل حاجه اسمها محضر تعاون بتتم ما بين قوات الجيش وقوات الشرطه. قوات الشرطه لما بتنزل عشان تامن اي منطقه، هم بيسموها احداث شغب، يعني الثوره دي بتاعتكم بيسموها عندهم في الرمز الكودي بيحطوها درجات الف ب س او الف ب ج، حاله ج زي ما تسمعوا حاله ج. عند وصول الداخليه الحاله ج اللي هي الحاله التي لا يستطيع او لا تستطيع قوات الداخليه السيطره لكسر عدد المتظاهرين، بتبتدي تطلب دعم القوات المسلحه. في المرحله الاولى اللي قوات الشرطه بتبتدي تواجه وتحس الاعداد كبيره، بتبتدي تبلغ وغرف العمليات القوات المسلحه بتبتدي تبلغ اللواءات او الفصائل او التشكيلات او الكتائب اي مكان المسمى، مسميات كتير في القوات المسلحه، انها ترفع درجه الاستعداد لوجود احداث شغب في منطقه معينه. كل لواء في مصر، وده بقى اللي انا بقوله، يعني بشرح لكم عشان تبقوا فاهمين كويس قوي، كل لواء في مصر، لواء جيش، لواء يعني تشكيل قوات مسلحه مش لواء رتبه، هو مسؤول عن تامين منطقه معينه. يعني شبرا، المطريه، السويس، بني السويس، السويس متقسمه، بني السويس متقسمه، المطريه القاهره متقسمه، الجيزه متقسمه، كل منطقه بتحميها او مسؤول عنها الوحده القريبه منها. وده اللي معمولش عبد الفتاح السيسي، لانه كان عبد الفتاح السيسي كان بينزل لما المطريه تهيج يبعت الثلاث سبعات والثلاث تسعات، فحلوان تهيج يسحبهم من المطريه بعد ما خلص خالص على الشباب وقبض عليهم والى اخره، لانه اطمن انه عدد صغير نازل في المطريه. لكن لو نزل في امبابه وفي ميت عقبه وفي العجوزه وفي الالج وفي وفي وفي، مش هيقدر يبعت الثلاث سبعات والثلاث ساعات وقوات بعض قوات الحرس الجمهوري وقوات المخابرات الحربيه والشرطه العسكريه لكل المناطق دي. فهيضطر يقول للناس، للقوات المسلحه، كل منطقه تامن. اذا وصلنا لهذا الامر ان عبد الفتاح السيسي يدي اوامر القوات المسلحه بنزوم التامين ان الشرطه مش قادره، عبد الفتاح السيسي يروح. الكلام ده يعرفه كل ضابط جيش. خروج ضباط قوات مسلحه لتامين مناطق الحيويه والاستراتيجيه في مصر معناها ان عبد الفتاح السيسي روح. عبد الفتاح السيسي مش اقوى من حسني مبارك. عبد الفتاح السيسي هش جدا. نظام عبد الفتاح السيسي نظام هش جدا، نظام اللي بيواجه بيه الشعب اللي هي القوات الداخليه والامن المركزي والحكومه بتاعته والى اخره، نظام هش.
قوة عبد الفتاح السيسي من الدعم اللي بيجي له من بره، وده موضوع آخر ممكن ما نتكلم فيه بعدين، لكن أنا بتكلم النهارده إن أنتوا قادرين تسقطوا عبد الفتاح السيسي بسقوط قوات الداخلية فقط. لأن لو قوات الجيش دخلت ونزلت عشان تأمن، هتنزل وحدات المدفعية القريبة من إمبابة تأمن إمبابة، هتنزل وحدات الحرس الجمهوري أو المشاة أو القوات الجوية أيا كانت الوحدة، لأن كل وحدة ليها منطقة هي مسؤولة عنها تأمينها في حالة فشل الداخلية. الوحدة دي مش متحددة إنها تبقى سلاح معين، ولكن أي سلاح، ولكن تبقى القريبة من المنطقة اللي عايزينها يأمنوها. وبالتالي لو وصلنا لمرحلة إن قوات الداخلية ما تسيطرش زي ما حصل مع حسني مبارك في 28 يناير في جمعة الغضب، دفع حسني مبارك دفعا انه ينزل قوات الجيش للتامين، وكان ده يوم الجمعه 28 يناير. الشعب المصري كله شاف قوات الجيش ابتدت تنزل تامن يوم السبت بعد 24 ساعه لرفع درجات الاستعداد والى اخره. فالكلام اللي عبد الفتاح السيسي بيقوله 6 ساعات، هو يقدر ينشر 6 ساعات القوات والميليشيات بتاعته، مش قوات الجيش المصري مدفعيه ومدرعات والى اخره، ما يقدرش ينشرهم في 6 ساعات. هو بيتحدث عن ميليشيات خاصه هو يملكها. في ناس عارفه الموضوع ده كويس قوي. هذه الميليشيات اللي بيملكها عبد الفتاح السيسي هي المسؤوله عن الاغتيالات اللي تمت في مرحله سابقه. هذه المرحله لو تفتكروا في 2016 او 2017 احداث ثوره الغلابه، تم قتل واغتيال العميد عادل رجائي. هذه الميليشيات مسؤوله عن هذا القتل. لو اتكلمنا عن اللي بيحصل في سيناء، اللي كان كتير قوي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني بتقبضوا كويس. الوضع في سيناء مختلف. لا يوجد ارهاب حقيقي في سيناء مسؤول عنه ارهابيين. انا خدمت في سيناء، والبدو اللي موجودين في سيناء عارفين الكلام ده. هناك قبائل في سيناء، 5 قبائل. هذه القبائل معروفه انتماءاتها وولاءاتها. ضباط الجيش المسؤولين عن قطاع سيناء سواء الشمالي او الجنوبي هم اللي بيديروا هناك تجاره المخدرات، هم اللي بيديروا هناك تجاره مافيا الاعضاء. ومافيا الاعضاء ده وضع تاني مختلف تماما، لان اكبر تجاره لمافيا الاعضاء في مصر، في العالم، في مصر، وبيديرها ضباط جيش. مخدرات بيديرها ضباط جيش. ولكن الميليشيات المسلحه، خلينا نكون صراحة، الميليشيات المسلحه اللي موجوده في سيناء تعتدي على اهلنا في سيناء، وفي نفس الوقت هي نفس الميليشيات بتعتدي على كمائن الجيش. هذه الميليشيات مدربه على اعلى مستوى، في منهم مصريين من الخونه، في منهم سوريين بالاتفاق مع علي مملوك مستشار الامن بتاع بشار، وهم المسؤولين عن مقتل العميد عادل رجائي. في منهم فلسطينيين من الامن الوقائي الفلسطيني المنحل. الكلام ده حصل من 2006 قبل ما خرجوا في 97 98، ولكن تم انشاء هذه الميليشيات بقياده دحلان. الموضوع كبير ومتشعب جدا، لكن لازم تفهموا النهارده احنا بنتكلم الاول. النهارده لازم نخلص من هذا النظام الفاسد، ثم بعد كده نقدر نتكلم في كل حاجه ثانيه. نتكلم في حاجه ثانيه. لو في اي حد عنده استفسار او اي حاجه، انا تحت امركم وموجود عشانكم وموجود معاكم. انا من كتر الفرحه والتوتر اللي انا كنت فيه من نزول الناس، انا عايز اقول حاجه على الشعب المصري. انا سافرت كتير ولفيت كتير وخرجت كتير. الشعب المصري من افضل شعوب الارض. الناس اللي دايما احنا بنعذب نفسنا ونقول احنا فينا وفينا وفينا، والله احنا من افضل شعوب الارض. احنا اكتر شعب في الدنيا عنده لين وطيبه، وده بيفسر ليه دايما الشعب المصري بيقعد فترات يستكين لحد ما بيخلص، سواء بثوره سواء بتحرير ارض او حصل سنين وسنين وسنين. يقروا التاريخ، الشعب المصري شعب محول للتاريخ. ما بقولش الكلام ده عشان انا مصري، لكن دي حقيقه. اقروا التاريخ،
يعني مع الاحترام الكامل لكل شعوب الارض، كل شعوب الارض ناس كويسه وظريفه وفيها صفات جميله جدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اختص الشعب المصري بخصائص مش موجوده في اي شعب اخر، وربنا سبحانه وتعالى ليه حكمه في ده. لما تجلى ربنا سبحانه وتعالى تجلى على ارض مصر، لم يتجلى في اي مكان اخر. لما تجلى على الجبل لسيدنا موسى تجلى في ارض مصر. سيدنا موسى لما خرج ودعوته شق البحر وتفجير العيون في مصر. سيدنا ابراهيم عليه السلام جه وعاش في مصر. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد في رحله الاسراء والمعراج في مصر. فكل ده مش اعتباطا. وبعدين نيجي للتاريخ. نيجي للتاريخ. الشعب المصري لما بيقول كلمته بيتغير التاريخ، بيتحول التاريخ. النهارده لما الناس بتنزل الاعداد دي في مصر بتقول للناس شوفوا القنوات العالميه، شوفوا رئيس امريكا اللي عنده انتخابات ومش فاضل اي حد، شوفوا النهارده هيعمل ايه. شوفوا الدول الاوروبيه، شوفوا العالم كله. بقول لكم من كوريا ناس بتكلمني بيقولوا لي انتوا عندكم في ايه في مصر وايه اللي بيحصل واحنا عارفين السيسي مجرم، عارفين الكلام ده، هم عارفين الكلام ده. فاحنا حاليا في فتره انقلاب، فتره انقلاب يعني الاوضاع نفسها مقلوبه، يعني هتلاقوا ظاهرين على السطح كل الـ يعني لاي شعب طبعا في زي ما في الكويس في الوحش. اسوأ ناس في تاريخ مصر هم اللي ظاهرين النهارده. وهم واضحين، يعني انت هتشوف في جيرانكم في اصحابكم في اللجان الالكترونيه في الاعلام هتشوف هم دول بقى الطبقه القذره، طبقه قليله جدا على فكره يعني، بس هي اللي ظاهره لانه انقلاب. زي ما قال الدكتور مرسي عليه رحمه الله قال لك هيجيب لكم نهر الزباله، السيسي جاب لكم نهر الزباله ولو قعد ده هيدمر الدنيا، ده السيسي عمل حاجات في ناس كتير جدا في الشعب ما تعرفش، يعني ما يعرفوش. حتى لما اكلمهم يقولوا لي احنا هو بيعمل كل ده. انا ليا راس حرب الانقلاب الاعلامي، صحراء بتوع الاعلام، يعني انا دعوه من هنا من هنا ومن مكاني واقول الثوار طبعا احنا مكملين لحد سقوط هذا النظام الفاشي المجرم، ولكن راس حربته الاعلام، عليكم بالاعلام. احنا النهارده احنا بنقول لهم رساله، يا احمد يا موسى يا مصطفى يا بكري يا فلان يا علان يا ديه يا ما تروحوش بقى مكاتبكم لان هتتجابوا، لان هم دول لازم مع هؤلاء، هم دول صوته. وعبد الفتاح السيسي كل يعني اقول ايه، كل شهرته على الميديا على الاعلام على الفيسبوك، يعني انت تخش على الفيسبوك تلاقي الاف للجان الالكترونيه، لكن تنزل في الشارع تلاقي كله بيسب له. فالموضوع معروف. انا طبعا بحيي كل انسان بيدعي لي لان انا محتاج دعوتكم. انا جاهز لاي سؤال، في ناس عايزه تدخل. انا طبعا لو حد يحب يعمل اي مداخله انا تحت امركم، لان الوقت هيبقى قليل، لان لازم نتابع الموقف اللي موجود. وانا قلت امبارح في رسالتي ان النزول المره دي غير كل مره لاتصال مجموعات شباب كتيره جدا في مصر، مجموعات يعني انا مش عايز اتكلم بتفاصيل اكتر، لكن كان ده متوقع النهارده، كان ده متوقع. وانا اتوقع على يعني احنا دلوقتي الساعه 9 الا ربع، اعتقد كمان ساعه الامور هتزيد مش هتقل، ثم هيبقى في راحه. وبكره لا، خطا كبير جدا اللي بيسالني عن الاعتصام، اكبر خطا يقوم فيه ثوار الاعتصام، لان انت بتدي فرصه ان هم يلموا نفسهم ويحطوك في مكان، يحطوك في مكان. طول ما انت بتنزل وتبدلوا مع بعض وتطلعوا وتنزلوا تاني يوم تالت يوم الداخليه بتستهلك. وانا بقول لكم قوات الداخليه عشان تقعد على الارض تواجه 48 ساعه مش اكتر من 8. انا بقول لكم كلام، انا عارف انا بقول لكم ايه، انا كنت ضابط الاتصال ما بين القوات المسلحه وما بين الشرطه،
في مكان ما، وعارف انا بقول لكم ايه، وعارف قدراتي الداخليه. قدراتي الداخليه بالكتير 48 ساعه الذخيره نفسها تخلص، يعني حتى لو قدراتهم الجسمانيه هتساعدهم، ده ما اعتقدش ان هم معتمدين على الامن المركزي وعساكر غلابه، لكن هم الذخيره بالكتير بالكتير 48 ساعه، وبعد كده مش هيلاقوا ذخيره، هيبتدوا ياخدوا من المستوى الاعلى، ساعتها هيحسوا بانهيار، وبالتالي لازم هيبلغوا قوات الجيش. واحنا عايزين نوصل مرحله، احنا عايزين نوصل لمرحله ان الداخليه تستغيث وتقول للجيش الحقوني. نزول الجيش عبد الفتاح السيسي هو هيدي امر، هو انا اعتقد ان هو هيتاخر في اعطاء هذا الامر، هيتاخر جدا في اعطاء امر، لان هو عارف مجرد اعطاء امر القوات المسلحه ان اي ضابط معاه جنوده ودباباته في الارض وفي الشارع يغير موقف. فهو يعني حتى لو ادى امر هيستخبى في مكان. عبد الفتاح السيسي مش قوي زي حسني مبارك، عبد الفتاح السيسي مش هيستحمل الناس في الشارع 24 ساعه ونزل الجيش 24 ساعه. حسني مبارك قعد 11 يوم، حسني مبارك من الجيش، ما نقدرش ننكر ده، في ناس كتيره جدا بتحبوه وعلى اخره كان عامل لهم مرتبات كويسه وعلى اخره كان بيعملهم باحترام، لكن هذا اسميه هذا الماسوني مكروه من كل القطاعات بما فيهم قطاعات الجيش. يعني في ناس وضباط في الجيش بيكرهوه، في الاعلام في ناس بتكرهه، في القضاء في ناس بتكرهه، بس في ناس مداريه. يعني هو بيقول لك انا هعمل ايه، ما انا ممكن انا اتذبح. ليه خرجت من مصر؟ يعني هو سؤال هيبقى صعب الرد عليه دلوقتي، ممكن في يوم اقدر اجاوب على السؤال ده، لكن خروجي من مصر ما كانش كان قبل الثوره، ما كانش بعد الثوره. في ثلاث شهداء يعني نحتسبهم عند الله، يعني كناش نتمنى ابدا يكون في شهيد. او موضوع اخلع القناع، يعني موضوع ده موضوع منتهي، وده لجنة. احمد سالم بيقول لي ربنا يوفقك، ربنا يخليك احمد، وربنا يوفق مصر كلها. والله هو محمد علي هو صاحب الدعوة، اللي بيسألني عن محمد علي هو صاحب الدعوة وهو المسؤول عنها وهو اللي بيحرك الناس، وده مجهود يشكر عليه جدا. لكن انا شغال في اتجاه اخر من قبل محمد علي، واحيانا كان بيبقى في فترات سكون لما بكون نشوف الوضع صعب، وبعد كده احنا بننشط وبندعم اي حد. محمد علي بندعم، الجوكر بندعم، اي حد بيدعو لثورة. قبل كده كان ثورة الغلابة في 2016-2017 وكان فيها شغل كويس قوي. الناس تطمن من الجيش عدا الوحدات اللي عبد الفتاح السيسي بيشرف عليها بنفسه، وبي يعني هم روحهم من روحه، سقوط عبد الفتاح السيسي سقوطهم. يعني ميليشيات، في ميليشيات خارجيه قلت لكم هو مشكلها من سوريين ومن فلسطينيين، ودول معظمهم موجودين في سيناء وبييجوا مصر، بييجوا القاهره، يعني بينفذوا عمليات محدده. خدوا بالكم العمليات اللي بتتم زي المستشفى اللي تمت في القاهره وزي بعض الكنائس، اللي هم نفس الاشخاص، هم يعني هو ودول بقياده دحلان على فكره، يعني هذا مهندس كل التفجيرات والقتل والارهاب في المنطقه. اللي عايز يدخل معايا يخش، انا ما اعرفش، انا التكنيكال بتاع دي اول مره في حياتي اطلع بث مباشر، يعني انا كنت اسجل لاعتبارات معينه ظروف امنيه معينه، لكن اللي عايز يخش اتفضل، انا ما اعرفش يعمل ايه، بس يعني لو اداني دعوه هقبلها. يعني ممكن يكون حديث صحيح اللي بيقول ان خراب مصر واختلاف الجيش. انا بحيي الشعب المغربي طبعا، وحيي كل الشعوب العربيه، وعلى راس الشعب المغربي ربنا يحفظك استاذه فاطمه جمال. الله اكبر استاذه ريهام. الدول مش هتساعدنا، احنا اللي بيسالني نساعد نفسنا، مش مستنيين دعم من اي حد. فتح السيسي هو اللي الدول تساعده. الشعب اذا اراد الحياه، زي المثل التونسي اللي انا بسمعه، او هو مثل قديم لكن تونس قالوا، اذا اراد الشعب يوم الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. هيستجيب القدر لو الشعب المصري عايز. العصيان المدني مش مؤثر زي النزول في الشوارع زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي. عصيان مدني لا، مش هيجيب نتيجه، ما حصلش في التاريخ ان عصيان مدني جاب نتيجه. الناس اللي اتخذت، عايزين نركز، احنا الداخليه هتبتدي تنهار لو احنا استمرنا بنفس الشكل في يومين ثلاثه.
تركيزنا كله على المساجين وعلى الناس اللي اتاخدت. ان شاء الله يتم التحرير من السيسي. ميدان التحرير لابد، اي ميدان سواء التحرير او رمسيس او اي حته، عشان تخش ميدان التحرير لابد ان يحدث التحام باعداد كبيره. مفيش دخول للميادين الا لما يكون في اعداد كبيره، لان مجرد ما في اعداد كبيره هم استسلموا خلاص. النظام بالفعل مرعوب، عبد الفتاح السيسي مرعوب وما بيتكلمش، بقى له 3 4 5 ايام. هو غبي جدا يعني، يعني هو غبي، هو مسنود من انظمه خارجيه ومن نظام عالمي، ولكن هو شخصيا كبني ادم غبي يعني، واضح جدا في تصرفاته والاخره. ولكن عنده الخبث والمكر بتاع الشياطين يعني، ما هو الشيطان غبي، الشيطان غبي. استاذ سالم الله يعني، ربنا يخليك، ربنا معنا كلنا ان شاء الله. وصح حساب المصري، بطلب من كل الشباب اللي يقدر ينزل ينزل، اما السيدات او البنات او اللي مش هيقدر ينزل، الكبار في السن واخره، ليهم دور على السوشيال ميديا. اديكم شايفين اللي جانا، هم مش رحمنا يعني، لا رحمنا هنا ولا رحمين اي حد. 43,000 بني ادم اللي حصرناهم يعني، فدول قاعدين ليل نهار اهو، ليل نهار قاعدين، دي وظيفتهم. راجل بياخد 10,000 جنيه، تخيلوا انت مهندس او طبيب ما تقدرش تاخد الكلام ده، وهو بياخد 10,000 جنيه. وفي ناس في عيلتي وفي اقاربي وفي اصحابي لجان يعني، والنعمه بنت عليهم بعد الانقلاب. القياده اللي اختفت هي، انا ما بحبش اتكلم في الموضوع، لكن هو طالما اختفى وده موضوع مهم جدا، هو رتبه كبيره جدا على فكره، كانت موجوده في الرئاسه، وهو خدم معايا في فتره في القوات المسلحه، وكانت المعلومات بتيجي بطريق غير مباشر يعني، وكان خدمنا جامد جدا يعني في الفتره اللي فاتت. وفي ضباط بس صغيرين في الرتب يعني، كان بيتم التواصل عن طريق ناس مدنيين مش عن طريق اتصال مباشر، وكانوا بيشرحوا لنا بعض الحاجات، بيقولوا لنا بعض الحاجات اللي كانت مهمه جدا يعني. انا مين؟ وفاء، انا مصري، بحب بلدي جدا، بحبها قوي، ببكي ان انا بعيد عنها، وغصب عني ان انا خرجت. الله غالي. في ميليشيات غير مصريه موجودين في سيناء، الميليشيات دي عددها كبير جدا، تصل الى 7,000 عنصر مدربين على اعلى مستوى، وهم بقايا الامن الوقائي الفلسطيني اللي كانوا بيتبعوا دحلان والرجوب قبل وصول حماس للسلطه. وهؤلاء لما وصلوا حماس للسلطه خافوا ان هم يتدبحوا، فخرجوا هربوا جوه مصر، فقعدوا في منطقه متلة وفي الجبال في وسط سيناء. وعلى فكره منطقه وعره جدا هذه الجبال يعني، اي ميليشيات او اي عصابات رايحه بتخش في منطقه جبليه، مفيش جيش في العالم يقدر يوصل لهم. وده على فكره عبد الفتاح السيسي بيفتت الجيش انه يبعته في سيناء، بيبعته في سيناء ايه، مش حدود او مواقع عسكريه، او عنده مواقع رئيسيه ومواقع تبريريه ومواقع عسكريه، جيش لا، ده هو منزلهم وفردهم في سيناء وفردهم في القاهره وفردهم عشان يتقتلوا، لان الجيش النظامي لا يستطيع ان يواجه ميليشيات مسلحه، ودول ميليشيات مسلحه في جبال، وهم بيختموا في الجبال، انت حتى الطيارات ما تقدرش عليهم. سمعتوا الفيديو او التسجيل اللي كان اللي هو سعد الدين الشاذلي لما حب يهرب في 67 بجنوده من الجيش الصعيدي، دخل في منطقه جبليه، فكانت الطيارات تشوفه مش قادره تضربه. فاحنا عندنا مناطق جبليه واعره جدا في سيناء، هم عايشين هناك. وعلى فكره هم بيقوموا بعمليه القذره دي لعبد الفتاح السيسي، وانا اؤكد لكم، انا افتكرت حاجه دلوقتي، اؤكد لكم عمليه مسجد الروضه، والله العظيم انا في بعض الناس اتصلوا باصدقاء ليا وسمعت تسجيلات صوتيه بودني بيتكلموا عن اللي قام بالعمليه، هذه العمليات اللي قاموا بيها تحت اشراف لواءات مصريه، وان اللي دعم الموضوع ده ساويرس ماديا، وكان اعتقد، لا انا اسف، اللي دعم الموضوع ده محمد فريد خميس، يعني حد من رجال الاعمال الكبار، دفع فلوس عشان الناس اللي ماتت 300 فرد اللي ماتوا في مسجد الروضه في العريش. فما فيش ارهابيين، الارهابيين هم يعني، يعني هم قاسمين نفسهم وعندهم لبس جيش على فكره. وبعدين شوفوا كل العناصر القوات المسلحه، المفروض يعني قوات مسلحه وراكبين عربيات قوات مسلحه، بيخشوا يتكلموا، شوفوا لهجتهم ايه. هلا ما الجيش كله معروف ان في شباب خليط من سوهاج والفيوم وكلهم بيتكلموا مصري، شوفوا هم لهجتهم ايه، كلها لهجه بدويه تقيله غالبه يعني. فهم من البدو
المنشقين من زمان على النظام المصري وعلى حب مصر والى اخره، لان البدو فيهم ناس عندها انتماء شديد جدا لمصر، بدو سينا، وفي بدو منهم من قبيله الترابين، احمد ترابين اللي افرج عنه وده اسرائيل. الباقي كله من العناصر المنحله من الامن الوقائي، ودول بيتاجروا في المافيا، بيتاجروا في تجاره الاعضاء، مافيا تجاره اعضاء، بيتاجروا في المخدرات، بيعملوا عمليه قذر عبد الفتاح السيسي تحت اشراف ضباط مخابرات الحربيه. انا اعتقد ان الوقت داهمنا، يعني قدامنا 5 دقائق كمان، وان شاء الله باذن الله ممكن ان شاء الله بكره نقدر نخش بس مع نزول الناس ونقدر نشوف هنقول ايه. الضباط الجيش وعساكر الجيش مش هيضربوا نار لما ينزلوا الا اذا حدثوا خطوره، يعني الناس ولعت في عربياتهم، الناس قتلت مجندين، الناس ابتدت تعتمد على الضباط، ساعتها هيضطر ضابط الجيش وعسكري الجيش ان هو هيضرب نار. فهو ده المفروض يعني. في ناس كتير جدا. اعتقد ناس عايزه تخش تشارك، وانا بحاول مع ان يعني الوقت هيدهمنا، بس يعني دي فرصه معانا. غطي وشي شويه. حاضر، بس هم مش عارفوا يجيبوني على فكره، لان انا خارج مصر وفي مكان امن الحمد لله. ف لا مش هشام عبد الحميد والله، مش ممثل ولا صوت ولا بتاع، مش ممثل خالص انا، يعني يا ريت تجيب لي عقد وامثل. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله لا يسقط عبد الفتاح السيسي الشعب المصري باذن الله. وانا بقول لكم مجرد الناس ما هتزداد والاعداد هتزيد وهينزلوا ويحصل التحام وقتل من الناس، مش هيبقى فيه اي فرصه للداخليه انها تسيطر، مفيش كنترول، وبالتالي هيطلبوا دعم الجيش. في الحاله دي هو روح، يعني احنا عايزين نوصل النقطه دي، هو مش هيقدر يدي امر يقول للقوات المسلحه انزلوا امنوا، هو لو قال الامر ده هيبقى انتصار وعيالها كلهم بره. لا، الجيش مش هيضرب مدنيين بامر السيسي، من الشاب بتاعك تضربه، لكن الجيش قوات مدفعية ومشاة ومدرعات ونزلوا يأمنوا مش هيضربوا. ده دول انت عندك اكيد ابن عمك وابن خالك وصاحبك اخوك موجود في الجيش، فده لو جاله امر مش هيضرب، لك ولا الظابط اللي ماسكه هيضرب. الدخول لميدان التحرير، انا عندي فكرة سمعتها النهاردة من محمد علي او حد بعتها لمحمد علي، ودي انا معجب بيها جدا، ان كل منطقة، يعني مثلا الاتجاه اللي جاي من شبرا، عندك بقى شبرا المظلات وشبرا الخيمه وشبرا وشبرا وشبرا، خشوا ده ياخدوا مدخل عبد المنعم رياض، الشباب اللي مدخل قصر النيل بتوع بولاق دكرور والدقي والى اخره، فكل فئه تدخل. ومحمد علي انا حاولت ان انا اوصل له ان الفكره دي لو اتنفذت تبقى جميله جدا وهتبقى مؤثره جدا، بس يحصل التحام، يحصل التحام. المعتقلين دول اسيادنا وعلى دم ناس في مصر واتظلموا وحقهم هيجي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله اطلع لايف تاني بامركم وتحت امركم. انا اعتقد ان لو استمرينا بنفس النظام او زاد شويه 48 ساعه والداخليه هتنهار، مش هتقدر تقاوم. مش محتاج ان انا البس نظاره، انا يعني هم لو عايزين يعرفوني حتى او لو عرفوني او وصلوا مش هتفرق معايا قوي، لان انا مش هعرف يجيبوني يعني. لكن الاهم ان احنا نتحرر ويكون دوري انتهى، وبعد كده خلاص يعني انا مخبي وشي من الناس، مش 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 نظام عبد الفتاح السيسي، هو مشغول في حاجات كتير قوي دلوقتي يعني. اللي زي صعب انه يمسك قياده في اي منصب يعني او في اي حاجه. القيادات دي عايزه ناس، عايزه ناس حازمه وقلبها. احنا بنساعد بلدنا وبنخبط مع فتح السيسي والى اخره، لكن
ساعة الجد هنختفي تماما عن المشهد ان شاء الله باذن الله، يعني مش طالبين اي حاجه. وعشان كده انا اكدت في رساله امبارح، عشان اي طامع موجود او بيحاول انه يقفز على السلطه او نتيجه حب الناس ليه او دوره او الاخر، لابد ان احنا نستمع للشباب اللي نزلوا، هم دول اللي بيدفعوا الثمن وهم دول اللي بيتحملوا كل حاجه، ونزل وحر وعرق وقرف واتبهدل وبعدين في الاخر هو رايه اللي يمشي، الشباب في الميدان هم اللي يقولوا انتخابات وهتبقى شكلها ايه. وطبعا هو ما فيش افضل من نظام الانتخابات، ويجي حد خلاص بقى نسيبنا موضوع الجيش والشرطه وكل الكلام ده، عندنا مدنيين ان شاء الله حتى مؤلف كتب يبقى رئيس الدوله، ومش شرط يعني اي حد، اللي ينتخبوا الناس وعايزينه الناس. مفيش سلميه، بمعنى انا مع انكم اي حد يتقبض عليه يتحرر النهارده، يعني اي حد يتاخد مجرد ما تحصل الاسم هم هيستسلموا، هم جوه انا جدا. لكن مش عايزين لا نولع في عربيات ولا الا اذا الضروره دعت ان الناس دي مش هتيجي الا كده. لكن دي اموالنا احنا وحاجاتنا احنا وعربياتنا واسامنا، دي حاجاتنا احنا بتاعتنا احنا، فلازم نحافظ عليها، يعني ممتلكاتنا نحافظ عليها، ممتلكات الشعب المصري. ان شاء الله ربنا يسترها يا استاذه حنان، ان شاء الله باذن الله. انا كده الوقت دهبني لان احنا عندنا شغل كويس يعني، فان شاء الله باذن الله يكون لنا لقاء اخر. رساله اخيره للشباب اللي في الشارع والناس اللي نزلت واستمعت لدعوه محمد علي ودعوات الناس اللي بره، ان احنا اخواتكم، واحنا برضو لينا دور ان احنا بنبصركم، لان انتوا جوه الاعلام عامل كردون على الشعب المصري وبيغسل دماغه ليل نهار، فالناس اللي بره ليهم دور كبير جدا توعية الناس، وان احنا نقدر ناخد معلومات حتى نقولها. يعني كان في احد ضباط اليوم تواصل معايا كلمني بيقول لي انا عندي، فقلت له قول، لان ما يقدرش يقول لانه هيجاب، لكن احنا بره نقدر نقول. عشان كده الناس تقول لك انزل، طب ما احنا لو كل اللي بره نزلوا هنبقى زي اللي جوه، هنتحط علينا الكردون وتحط علينا ونتقتل ونعتقل والى اخره، مفيش في كلمه حق ولا حد يوعي حد. فاحنا اخواتكم اللي بره احنا بنوعي الناس اللي جوه، وشايفين من بره بنبقى شايفين اكتر، يعني شايفين بره ان في اعلام وفي تواصل مع ناس في الداخل وناس في الخارج، واتصالات بتتم بشكل يومي ومع الشباب اللي موجود على الارض في مصر، فبنقدر نفهم، يعني احنا بنقدر نفهم. لو في حد من المخابرات يعني اهلا وسهلا بيه، يعني لو في حد من المخابرات موجود انا اقدر اقول له عبد الفتاح السيسي، لو انت من فريق عبد الفتاح السيسي انت عارف كويس قوي انتوا عملتوا ايه وفككتوا جهاز المخابرات ازاي، وصفيتوا بعض الضباط وصفيتوا عمر سليمان في سوريا، واقصيتوا البعض وطلعتوا البعض وحددتوا اقامات البعض. اما اذا كان احد الضباط اللي عنده ولاء وانتماء لمصر مش عبد الفتاح السيسي، فاقول له ربنا يكون في عونكم على هذا البلاء، ولازم تعملوا شغل كويس وتقدروا تعملوا شغل كويس زي ما حصل تسريبات قبل كده لمدير مكتب الفتاح السيسي والعصار والناس الزباله دي، فتقدروا تفيدونا في المرحله اللي جايه. انا ما اعرفش المداخله تتم ازاي يا استاذ ايمن، يعني انا يعني ما اعرفش والله، يعني حضرتك لو انت عايز تعمل مداخله، انا اول مره اطلع ستريم وهسال عن موضوع المداخلات عشان ابقى استمع، لان انا عايز استمع للناس جدا يعني. أستاذ باسم بيقول سؤال أو زومة، أنا تحت أمرك اسألني أنا هحاول أشوف. لا دي صفحة أحد الأحرار، أنا بنتقل طبعا من صفحات من هنا لهنا، في صفحات كتيرة جدا جدا بقدر أبعت لهم المادة بتاعتي، كلهم شباب زي الفل، كلهم ناس وطنيين جدا وبيحبوا البلد، بيصفوا من جيبهم على فكرة الاتهامات اللي بنسمعها بتاخده مش عارف من تركيا ومن قطر وبتاع، يعني معظم الناس والشباب والناس اللي خرجوا بره واللي بيوعوا الناس، يعني بصراحه بقول لكم تعبانين ماديا جدا يعني اسمعوا صابر مشهور، ياسر العمده، الناس دي كلها بتصرف على نفسها، مفيش حد بياخد دعم، يعني هو بقى الفيديوهات اللي بيعملها في اليوتيوب يعني بيحاول يعمل اي حاجه، مفيش دعم يعني الناس ما تديش دعم يعني.
لا العميد ده احمد المحلاوي ما اعرفش عنه حاجه، بس يعني مختفي دي اكيد ممكن نبحث فيها شويه، يبقى اسال عليه. لا انت ممكن تبعت لي على في كذا صفحه، يعني من صفحه مصطفى كامل في صفحات كتير على فكره، انا مش عايز احدد من اسمي، ممكن تبعت لي رساله وهتوصلني. هنعيش بكرامه ان شاء الله باذن الله، هيجي اليوم اللي احنا نعيش بكرامه ان شاء الله باذن الله، ونبقى من افضل شعوب الارض. وفي حلقه اخرى او في بث تاني اقول لكم احنا عندنا موارد قد ايه، يعني احنا عندنا موارد اكتر من كل الدول الغربيه والناس الغنيه ولا اخره، احنا اغنى منهم بكتير، احنا عندنا موارد كتير قوي. الشعب المصري لو الموارد دي توزعت على الشعب المصري وتم استغلالها صح، كل واحد في الشعب المصري يركب طياره، يعني مبالغه بس يركب طياره، يعني يبقى الشعب المصري كله مرتاح. انا هكتفي دلوقتي بالوقت ده، وان شاء الله باذن الله يكون في لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعدت بكم جدا، ولو تحياتي لكل المصريين وكل الشباب اللي نزلوا النهارده، بقول لهم انتوا بتعبروا عبور جديد لا يقل عن عبور 73، ولو اتحقق وعبد الفتاح السيسي مشي وبقى قرارنا في ايدينا احنا بنعمل عبور جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.